السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة الشيف هاشم سكينة. فيديو ديال اليوم غادي يكون غراتان ديال البطاطا بلا صوص بيشاميل و جومبون دو بوف. كيجي المذاق ديالو غزال. غادي نحتاجو ليه البطاطا اللي مقطعة مربعات مسلوقة، غادي نديرها هنايا في هاد ليمون دو غراتان، نتوما ديروها في ليمون ديالكم بالدار، انا دايرها هنا في لومبورتي. غادي نزيد ليها من بعد هنا الجامبون ديال البوف، نتوما ديروا بوف داند اللي يعجبكم، مي ديال البوف تيجي زوين حتى لا داند زوين. من بعد غادي نزيد لهم لاصوص بيشاميل ديالي. الناس اللي متبعيني غيكونوا عارفين كيفاش كنحضرها بالثومه والضويمه ديال الحوت، كتجي على مزيناتها. صافي غادي نخوي لا بيشاميل ديالي في ليمول ديال لي غراتان وغادي ندخلو الفران درجه حراره 180، نشوفوا الشكل ديالو من بعد ما كيخرج من الفران. هنا على فكره ديك لاصوص بيشاميل انا حاكه فيها الفرماج حمر، يعني